بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي مهندس أحمد محمد سنكاي. إن شاء الله نستكمل سلسلة فيديوهات مادة الثيرموداينامكس من كتاب Thermodynamics and Engineering Approach ليونس شنجل وميشيل بولز الإصدار الثامن. وقفنا في المحاضرة اللي فاتت بدأنا الكلام فيها في شابتر 6، اتكلم على السكند لو اوف ثيرموداينامكس. عرفنا ان السكند لو اوف ثيرموداينامكس هو القانون اللي بيختص بتحديد الدايركشن كونستريند للبروسيس، وقلنا ان بيظهر لنا مفهوم جديد للانرجي زي ما كنا بنتكلم على الكوانتيتي اوف انرجي في الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، واللي كان بيحدد لنا الكوانتيتي دي بترانسفير بقيمه قد ايه. لقينا ان في كمان حاجه اسمها الكواليتي اوف انرجي، وان دايما الانرجي بتتجه ناحيه اللو كواليتي. لما ضربنا مثال على الهيت ترانسفير، قلنا الهيت طبعا نوع من انواع الانرجي، لقينا ان الهيت بتنتقل من اللو كواليتي من الهاي كواليتي للو كواليتي، من التمبريتشر العاليه للتمبريتشر المنخفضه. وده بيخلي مفهوم الكواليتي يدخل معانا في الثيرموداينامكس، تحديد اتجاه الانرجي او اتجاه البروسيس هيكون ازاي. من خلال المفهوم ده قدرنا كمان نفهم ان في الانرجي ككواليتي، لما اتكلمنا عن انواع الانرجي اتكلمنا عن الورك والهيت، لان الورك هو هاي كواليتي والهيت هي لو كواليتي. فبالتالي من السهل جدا ان الورك، كمية معينة من الورك ممكن تتحول لنفس الكمية من الهيت، لكن العكس غير صحيح. يعني ما ينفعش عندي كمية معينة من الهيت احولها لنفس الكمية من الورك. طالما الهيت لو كواليتي والورك هاي كواليتي، فبالتالي لما هاجي احول اللو كواليتي للهاي كواليتي هتبقى بكفاءة اقل شوية او بقيمة أقل شوية في الكمية. وده اللي بنقدر نعمله بالهيت انجنز اللي احنا برضه اتكلمنا عليها، وقلنا الهيت انجنز هي سايكليك ديفايسز بنستخدمها في ان احنا نحول الهيت الى ورك اوت. عشان نفهم مفهوم الهيت انجن بالظبط وايه اللي بيحصل، لو افترضنا عندنا هيت انجن هو عبارة عن سايكليك ديفايس زي ما قلنا، بيشتغل بيبقى ديفايس معين بيشتغل على سايكل معينه، بيحصل اكتر من بروسيس، بيبدا بستيت معينه وبينتهي عند نفس الستيت اللي بدا بيها. فلو افترضنا ان احنا عندنا ده كده عباره عن هيت انجن، نختصر اتش اي، والهيت انجن ده داخل له كميه من الهيت هسميها وليكن كيو اتش، هيحول جزء منها الى work output اسميه w net out. ولان الهيت لا يمكن ان هي تتحول بكامل قيمتها الى work، فبالتالي كمية الهيت اللي داخلة دي جزء منها بيتحول ل work، وبيتبقى جزء باقي بيطرده الجهاز ده قيمته QL. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على الثيرمال ريسيرفوار، قلنا الثيرمال ريسيرفوار هو المصدر او السينك اللي بقدر ان انا اخد منه كمية من الهيت او اطرد له كمية من الهيت under constant temperature. فنفترض ان الهيت اللي انا بدخلها للهيت انجن جايبها من high temperature source، التمبريتشر بتاعته وليكن تي اتش زي ما قلنا، باخد منه الهيت والتمبريتشر بتاعته كونسن زي ما قلنا، والهيت اللي انا برميها بعد البروسيس بتاعتي برميها للو تمبريتشر سينك زي ما سميناها، والتمبريتشر بتاعته وليكن تي ال.
يبقى انا باخد هيت من هاي تمبريتشر سورس، لان الهاي تمبريتشر سورس هو ده السورس اللي اقدر اخد منه هيت، لان الهيت بتنتقل من التمبريتشر العاليه للتمبريتشر المنخفضه. التمبريتشر المنخفضه هنا بتكون داخل الهيت انجن، والتمبريتشر العاليه هي التي اتش، بقدر ان انا اخد كميه من الهيت قيمتها كيو اتش. بحول خلال الهيت انجن كميه من الهيت الى ورك نت اوت بوت، اقدر ان انا اخده واستفيد بيه، والكميه اللي باقيه برميها بقيمه كيو ال للتمبريتشر سينك، التمبريتشر بتاعته تي ال. الهيت انجنز هنلاقيها انواع مختلفه، كل الانواع للهيت انجن بتتفق في نفس المبدا ده. ايه هو؟ بيتفقوا تقريبا في 4 نقط. اول نقطه مهمه ان الهيت انجن بيشتغل under cycle، فهو cycling device. الحاجه الثانيه بيتفقوا فيها ان هو بيتلقى الهيت من low temperature، من high temperature source، بيحول جزء الى work والجزء اللي باقي بيرميه ل low temperature sink as a waste heat. اكتر نوع بيمثل الهيت انجن في ريال لايف او في الحياه عموما بنسميه الستيم باور بلانت. الستيم باور بلانت هو نوع من انواع الباور بلانتس اللي احنا بنستخدمها لتوليد الطاقه الكهربائيه، عن طريق ان احنا بنديله هيت، ناخد جزء على شكل ورك اوتبوت، والجزء اللي باقي بنرميه في لو تمبريتشر سينك. جزء الورك اللي احنا بناخده من الستيم باور بلانت بنقدر من خلال جنريتور ان احنا نحول الورك اوت ده الى طاقه كهربائيه، وتبدا الطاقه الكهربائيه دي تتوزع على المناطق اللي احنا هنستخدم فيها الكهرباء. طيب الستيم باور بلانت دي شكلها عامل ازاي؟ زي ما قلنا الستيم باور بلانت هي عباره عن هيت انجن. هنشوف بقى داخل الهيت انجن ده الستيم باور بلانت بتتكون من ايه. هنلاقي انا عندي الستيم باور بلانت بتاخد كميه من الهيت اللي هي كيو اتش جوه اول ديفايس فيها، وهو البويلر. الستيم باور بلانت دي من اسمها ماشي فيها نوع من انواع الفلويد. في حالة الستيم باور بلانت هو الووتر، الووتر داخله البويلر بيحصل هيت ترانسفير، الكيو اتش دي بتنضاف الى الووتر بتحول الووتر الى ستيم. الستيم بيخرج من البويلر بيدخل على توربن، اتكلمنا في التوربن في شابتر 5، قلنا ان التوربن هو ديفايس بقدر ان انا من خلاله اخد الطاقه الحقيقيه بتاعت الستيم واحولها الى ميكانيكال انرجي بينتج لي خلالها دبليو اوت، والطاقة الحرارية بتاعة الستيم دي بتقل وتخرج من الناحية التانية. لسه لحد دلوقتي هو ستيم، بس الطاقة بتاعته قلت نتيجة ان هو عدى بالتربو. الستيم بيخرج بدخله على كوندنسر، الكوندنسر خلاله برمي الكيو ال الى خارج الديفايس بتاعي الى لو تمبريتشر. سينك وبيتحول الى ووتر للكونديشن الاولى بتاعته، بس علشان اوصله للضغط بتاع البويلر بعديه على بومب
وبضغطه ارفعه لضغط البول. طبعا علشان اشغل البامب بحتاج ان انا ادفع لها ورك ان. ده كده شكل الستيم باور بلانت. كيو اتش هي كيو ادد فروم ا هاي تمبريتشر سورس. بعد كده الستيم يدخل التوربين يديني ورك اوت، يخرج من التوربين اسحب الهيت الزياده اللي فيه عن طريق اللو تمبريتشر سينك خلال الكوندنسر، بيرجع تاني على هيئه ووتر، يدخل البامب وارجع ارفعه تاني لضغط البويلر. خلال البامب طبعا علشان اشغل البامب لازم ادفع ورك ان. خلال السايكل دي الورك اللي انا بستفيده اللي هو الورك الخارج بالنسبة لي هو المفروض الورك اوت، بس انا فعليا دافع في المقابل ورك ان، فبالتالي الورك اللي انا بستفيده اسميه دبليو نت اوت بيساوي الورك اوت خلال التربل ناقص الورك اللي انا دفعته اللي هو الورك ان خلال البوم، طبعا وحدة بالكيلو جول او بالجول. لو جينا على السايكل بتاعت الستيم باور بلانت، حددنا ده كده الكنترول فوليوم، كأن ده السيستم، وطبقت عليه الفيرست لو اوف ثيرمو داينامكس. اللي هو الهيت بالانس، هنلاقي ان انا عندي الاي ان ماينس الاي اوت بيساوي دلتا الاي للسيستم بيساوي زيرو. ليه دلتا اي السيستم بيساوي زيرو؟ لان انا هنا شغال على كلوزد سايكل، هو بدأ بالنقطة واحد اللي هي كانت قبل البويلر، نقطة اتنين، نقطة تلاتة، نقطة أربعة، وبعد كده رجعته تاني لنفس النقطة واحد، فبالتالي النقطة اللي بدأ بيها هي نفسها النقطة اللي انتهى عندها، فبالتالي الـ اتنين ناقص الـ واحد بيساوي صفر، لأن ده closed cycle. طيب يبقى الـ EN بتساوي الـ EOUT. الـ EN هنا هي عبارة عن إيه؟ الـ Energy اللي داخلة اللي هي QH داخلة السيستم، أهو اتجاه السهم داخل للسيستم بتاعي، بالإضافة للـ Work N، يبقى الـ QN أو الـ QH زائد الـ WN. الكلام ده بيساوي الـ E out اللي هو هنا الـ W out زائد الـ Q L. لو ادينا الـ W N الناحية التانية بتغير الإشارة، هلاقي إن الـ W out ناقص الـ W N بيساوي الـ Q H ناقص الـ Q L. طبعا الـ W out ناقص الـ W N اللي هو زي ما قلنا في البداية الـ W net out، فهلاقي الـ W net out بيساوي الـ QH ناقص الـ QL. طبعا بالكيلو جول. فبالتالي من هنا نقدر نستفيد أو نقول إن الـ W net out اللي أنا بستفيد بيها بتساوي الهيت اللي داخلة ناقص الهيت اللي خارجة. فأنا خدت كمية من الهيت كميتها QH، حولت جزء منها لورك نت اوت استفدت بيه، والجزء اللي باقي رميته على شكل كيو ال، بالتالي كيو اتش بتساوي كيو ال زائد الدبليو نت اوت. ده هيودينا لجزئيه تانيه.
الجزئية التانية دي هنتكلم فيها على كفاءة الهيت انجن. هنسمي كفاءة الهيت انجن الثيرمال افشنسي. من خلال كلامنا في الجزئية اللي فاتت دي على الهيت انجن نقدر نستنبط كده الكفاءة بتاعت الهيت انجن هي عبارة عن ايه. هي قدرة الهيت انجن ان هو يحول اكبر قدر ممكن من الهيت الى ورك. تالي كل ما تبقى كفاءة الهيت انجن اعلى كل ما كان الورك نت اللي خارج بالنسبة للكيو اتش قيمته اعلى. وبالتالي لو قلنا كده حبينا نحط تعريف للثيرمال افشنسي هنقول هو the fraction of the heat input that is converted to net work out. وطبعا هي مقياس لكفاءة او لمدى اداء الهيت انجن اللي انا شغال عليه. وبندي لها رمز ايتا ثيرمال. ما انت عارفها ايتا ثيرمال طبعا هي الكفاءة كفاءة اي سايكل عامة او اي جهاز هي عبارة عن الديزايرد اوتبوت اللي انا محتاج الجهاز ده يعمله لي او محتاج الجهاز ده يديه لي على required input اللي هو الانبوت المطلوب من الجهاز اللي انا شغل بيه الجهاز. في الهيت انجن الديزايرد اوتبوت اللي انا عايزه اللي هو W net out و required input علشان احصل على الورك نت اوت من الجهاز بضطر ان انا ادفع هيت او ادي له هيت قيمتها كيو اتش. فبالتالي دبليو نت على كيو اتش يدينا الايتا ثيرمال للهيت انجن ده. طبعا لو جيت عوضت طبعا انا عارف ان دبليو نت اوت على الكيو اتش زي ما قلنا من شويه هو عباره عن الكيو اتش ناقص الكيو ال. فبالتالي انا هشيل واحط كيو اتش ماينس كيو ال على كيو اتش. هلاقي الكلام ده بيساوي طبعا لو قسمت كيو اتش على كيو اتش هيبقى واحد ناقص كيو ال على كيو اتش. طبعا لو لاحظنا هلاقي ان كفاءة الهيت انجن بتعتمد على الكيو اتش والكيو ال. كل لما كانت قيمة الكيو ال صغيرة فبالتالي المقدار ده صغير فالمقدار ده كله بيبقى اكبر بتبقى قيمته اكبر. كل ما الكيو ال بتقول الى الزيرو كل ما كانت الكفاءه بتقول الى 100%. يبقى انا لو قدرت ان انا اعمل هيت انجن يقدر ان هو يحول كل الكيو اتش الى ورك اوت وقيمه الكيو ال تكون بصفر هحصل على هيت انجن الكفاءه بتاعته 100%. ولكن ده مستحيل يحصل. ومن هنا نقدر نطلع الصيغة الأولى كجنرال ستيتمنت للسكند لو اوف ثيرمو داينامكس. الصيغة دي هنسميها أو هي باسم الاثنين علماء اللي عملوها كيلفن بلانك statement of the second law of thermodynamics. بتقول ايه الصيغة دي؟ بيقول it is impossible for any device that operates
on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net of work. يعني من المستحيل ان انا اجيب جهاز بيشتغل على سايكل اللي هو هنا يقصد بيه الهيت انجن علشان يستقبل هيت من السنجل ريسيرفور وينتج نت اماونت اوف ورك ويطلع لي نت اماونت اوف ورك. طب هو ايه المفروض يحصل؟ ان هو جهاز بيشتغل على سايكل بس بيستقبل هيت من ريسيرفور وبيطلع او بيديني ويست هيت الى ريسيرفور تاني. لازم تكون الريسيرفوار الاولاني اللي هو اللي انا باخد منه الكيو اتش عند هاي تمبريتشر مختلفة على الريسيرفوار التاني اللي انا برمي فيه الكيو ال. ما ينفعش يبقى الاتنين هما نفس الريسيرفوار او ليهم نفس التمبريتشر. ده لازم يكون هاي تمبريتشر سورس عند تي اتش وارمي الكيو ال عند لو تمبريتشر سينك. وده طبيعي لان هنا الهيت علشان تبقى داخله بهيت عاليه او بقيمه عاليه يكون التمبريتشر بتاعه السورس تمبريتشر عاليه. هنا الستيم بيكون فقد الهيت بتاعته بمقدار كبير، فبالتالي الهيت اللي بتبقى خارجه هنا بتبقى محتاجه سور او سينك التمبريتشر بتاعته قليله علشان اقدر ان انا اطرد له هيت، لان الهيت بتنتقل بس من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر. فلو التمبريتشر بتاعه السينك تمبريتشر عاليه وبالتالي مش هعرف اطرد فيه الكيو ال. نفس الستيتمنت ليه صيغه تانية بيقول فيها انه no heat engine can have a thermal efficiency of 100%. دي صيغة تانية نفس القانون second law of thermodynamics بيقول ان مفيش اي heat engine الثيرمال efficiency بتاعته بتكون 100%. ليه؟ لان دايما لازم يكون في قيمه للكيو ال، بيحصل انتقال للهيت ما بين الهيت انجن واللو تمبريتشر سينك، فدايما الكيو ال ليها قيمه. وبما ان الكيو ال ليها قيمه فبالتالي اذا الايتا ثيرمال قيمتها هتكون اقل من 100%. كده نكون استنتجنا صيغة من صيغ السكند لو اوف ثيرمو داينامكس من خلال كلامنا على الهيت انجن. طبعا في صيغ تانية للسكند لو اوف ثيرمو داينامكس منها الصيغة اللي هنتكلم عليها في المحاضرة الجاية ان شاء الله. بس قبل ما نختم الفيديو النهاردة هنشوف المسائل في الجزئية دي بنقدر ان احنا نحلها ازاي. اول مسألة معانا هي مسألة رقم 615 من الكتاب الاصدار الثامن زي ما قلنا. المسألة شكلها كبير شوية ويخوف، بس هنيجي نحلها هنلاقي المسألة بتتحل بالظبط في خطوتين باستخدام معادلتين سهلين جدا. نبص على المسألة. ستيم باور بلانت نوع من انواع الانجن الهيت انجن زي ما اتكلمنا، بيسيف هيت فروم ا فيرنس بيستقبل هيت من فرن ات ريت بمعدل 280 جيجا جول بير اور. هيت لوسز تو ذا سراوندينج بفقد هيت للسراوندينج فروم ذا ستيم از ات باسز ثرو ذا بايبس اند اذر كومبوننتس ار استيميتد تو بي اباوت 8 جيجا جول بير اور. اند ذا ويست هيت از ترانسفورمد تو ذا كولينج ووتر ات ريت اوف 145 جيجا جول بير اور. عايز يحسب النت باور اوتبوت والثيرمال افشنسي للباور بلانت.
طبعا احنا لما اتكلمنا في الستيم بورن بلانت قلنا ان احنا بنستقبل هيت من هاي تمبريتشر سورس، ان هو هنا زي ما قال لي عباره عن فيرنس درجه حرارته عاليه. قيمه الكيو اتش اللي انا بستقبلها من الفيرنس ده اللي هي الكيو اتش اللي انا باخدها هنا اللي بتدخل البويلر 280 جيجا جول بير اور. بيمشي الوركينج فلويد زي ما اتكلمنا هنا، الستيم باور بلانت اللي ماشي في السايكل هو هنا عباره عن ووتر. في باور بلانت ثانيه بيكون الماده اللي ماشيه جواها او اللي هي اصلا مسؤوله عن استقبال الهيت وتحويله لورك وبعد كده تطرد الهيت للو تمبريتشر سورس، بتكون ماده تانيه غير الووتر او فلويد تاني غير الووتر. الفلويد ده عامه ايا كان نوعه ايه بنسميه الوركينج فلويد بتاع البلانت. الوركينج فلويد في الستيم باور بلانت هو الووتر، وبيتحول من ليكويد لفيبر ويرجع يتحول تاني من فيبر لليكويد وايه والعكس. طيب دلوقتي الووتر او الستيم بعد ما طلع هنا ويحول بيحول جزء من الهيت اللي هو خدها لورك اوتبوت والباقي بيطرده في اللو تمبريتشر سيل. خلال البايبز اللي بتوصل ما بين البويلر والتربين ومن التربين للكوندنسر وهكذا، البويلر بيكون معرض للهواء الجوي اللي درجة حرارته قليلة، أو المواسير دي بتكون معرضة للهواء الجوي اللي درجة حرارته قليلة، فبالتالي مسموح إن هو يحصل هيت ترانسفير، فبالتالي في هيت لوسز خلال البايبز أثناء لما بيوصل من البويلر للتربين ولما بيوصل من التربين للكوندنسر. فهو بيقول لك خلال البايبز دي الهيت لوسز للسراوند جير كانت 8 جيجا جول بير اور، وبالتالي لو هو واخد 280 جيجا جول هنا على ما وصل للتربين كان فقط 8، فبالتالي وصل عند ما وصل للتربين كانت كيو اتش اللي هو اخدها هي 280 ناقص 8. وبعدين لما راح الويست هيت از ترانسفيرد للكولينج ووتر اللي هي هنا اللو تمبريتشر سينك اللي هي كيو ال قيمتها 145 جيجا جول. فاحنا لو عايزين نحسب الهيت لوسز عامه في السايكل كلها مش هتبقى الكيو ال دي بس اللي هو طيرها هنا بس، لا دي هتبقى الكيو ال اللي طيرها هنا زائد الهيت اللي فقدها قبل ما يوصل للتربين علشان ينتج الورك. فبالتالي هنا الكيو ال بتساوي ال 145 زائد الثمانية اللي فقدهم قبل ما يوصل للتربن اللي هي 8 جيجا جول بير اور. 145 زائد 8 يعني 153 جيجا جول بير اور. بما انه هنا مديها لي جول بير اور معناها ان هي وحدة باور او ورك او انرجي بير يونت تايم، فبالتالي بنخلي الكيو هنا كيو دوت، فكيو دوت ال بتساوي 153 جيجا جول بير اور. هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب المطلوب الاولاني، عايز يحسب ال W دوت نت اوت، وقلنا ان هي بتساوي كيو دوت اتش ناقص الكيو دوت ال. لو هتعامل من غير الدوت فبالتالي هيبقى المعادله كلها من غير الدوت وتبقى الوحده بالكيلو جول. لو هحط دوت فبالتالي يبقى كل الوحدات لازم تكون زي بعضها. يبقى بتساوي الكيو اتش هنا اللي هي 280 جيجا جول بير اور ناقص الكيو ال الكيو دوت ال اللي هي 153 جيجا جول بير اور، يدينا دبليو دوت نت اوت بيساوي 127 جيجا جول بير اور. طيب المطلوب الثاني عايز يحسب الثيرمال افشنسي للبلانت دي. الايتا ثيرمال قلنا بتساوي الدبليو دوت نت اوت اللي انا عايز اللي انا محتاجه على اللي انا دفعته اللي هي الكيو دوت اتش، وبالتالي بيساوي 127 على 280. هنلاقي
بوينت 4 5 4، يعني تقريبا لو حولناها لنسبة مئوية هنلاقيها 45.4%. زي ما قلنا مسألة شكلها كبير قوي ويخوف أو يخض، بس يعني ما فيش أسهل من كده من خلال معادلتين بس قدرنا إن إحنا نحلها، ومعادلات يعني بتطرح وبتقسم، يعني شغل سهل جدا. ده كده بالنسبة للمسألة دي. المسألة التانية معايا هي مسألة 6-23، بيقول فيها an automobile engine consume fuel at rate of 22 liter per hour and delivers 55 kilowatt of power to the wheels. بيوصل للعجل بتاع العربية دي 55 كيلوات باور. لو الفيول هاز هيتنج فاليو اوف 44000 كيلو جول لكل كيلو جرام، والدنسيتي بتاعته 8.1 جرام لكل سنتيمتر كيوب، عايز يحسب الافشنسي بتاعة الانجن ده. طبعا الاوتوموبيل انجن او محرك العربية هو نوع من انواع الهيت انجن اللي انا بستخدم خلاله الوقود، في ان انا كأنه هو الهيت سورس بتاعي، وبوصل الهيت دي عن طريق المحرك ان انا بحولها لورك، وبقدر ان انا ادور بيه العربيه او استخدم بيه العربيه. الباور اللي بتوصل للويلز اللي بتخلي العربيه تتحرك هي دي الورك اوتبوت من الانجن بتاعي. يبقى ال 55 دي هي الايه؟ هي الورك اللي خارج، الورك نت اوت. طيب انا علشان ادي له هيت كنت بعمل ايه؟ بضيف وقود. الوقود ده هو بيستهلك وقود قد ايه؟ طبعا حسب العربيه، كل عربيه بتستهلك وقود معين بنوع معين وبمعدل معين. فهو بيقول لي الانجن ده بيستهلك وقود بمعدل 22 لتر في الساعه، في الساعه الواحده بيستخدم 22 لتر. طبعا ده الفوليوم فلو اللي هو بياخده من الفويل. جه قال لي بعد كده ان الفويل اللي بيستخدمه العربية دي الهيتنج فاليو بتاعته قيمتها 44000 كيلو جول لكل كيلو جرام، والدنسيتي بتاعته 8.1 جرام لكل سنتيمتر كيوب، عايز يحسب الافشنسي. طيب هو اصلا الافشنسي بتاعت الانجن بتساوي ايه؟ الايتا ثيرمال بتساوي الدبليو نت اوت على الكيو اتش. وبالتالي هو مدينا هنا النت باور اللي بتوصل للويلز اللي هي زي ما قلنا الدبليو نت اوت. وده مديها لي بالكيلو وات زي ما قلنا، يبقى ايه؟ يبقى كده دبليو دوت، يبقى انا عايز دبليو دوت على الكيو دوت اتش. لو انا قدرت احصل على الكيو دوت اتش من خلال المعطيات اللي في المساله، اذا نقدر اعوض في المعادله واجيب على طول قيمه الثيرمال افشنسي بتاعه الانجن ده. طيب الكيو دوت اتش اصلا في العربيه بجيبها منين؟ بجيبها من خلال الوقود اللي انا بحرقه جوه او اللي بيحصل له احتراق جوه الانجن. طيب الوقود اللي هو مديهولي قال لي انا بستهلك وقود قيمته 22 لتر بر اور، ومدي لي هيتنج فاليو بتاعته 44000 كيلو جول لكل كيلو جرام. يعني ايه الهيتنج فاليو؟ الهيتنج فاليو هي مقدار الهيت اللي بقدر ان انا احصل عليها من احتراق 1 كيلو جرام من الماده. وبالتالي انا دلوقتي لو انا عندي الفيول ده حرقت 1 كيلو جرام بس منه، هحصل على هيت قيمتها 44000 كيلو جول. لو كان عندي 10 كيلو جرام من الفيول ده، يبقى انا اقدر احصل على 10 في 44000 كيلو جول. يبقى انا لو معايا كميه الوقود اللي داخله اضربها في الهيتنج فاليو، اقدر اعرف الكيو دوت اتش، الكيو اتش اللي انا باخدها قيمتها قد ايه. طيب انا عندي هنا كيو دوت، معناها ان انا بضرب الهيتنج فاليو في الماس فلوريت بتاعه الوقود اللي داخل. طيب الماس فلوريت نجيبها منين؟ هو مديني هنا الفوليوم فلوريت اللي داخل الفي دوت 22 لتر بير اور، ومديني الدنسيتي 0.8 جرام لكل سنتيمتر كيوب. وبالتالي علشان احسب الام دوت، هلاقي الام دوت بتساوي الرو في الفي
ضد الكثافة في الفوليوم فلويد، يدينا الماس فلويد، فبتساوي الكثافة 8 من 10، الوحدة جرام لكل سنتيمتر كيوب. طيب والفي ضد 22 لتر بر اور. لو حولت هنا السنتيمتر كيوب خليتها باللتر علشان اقدر ان انا الوحدات تطير مع بعض، يعني احط دي هنا بالجرام لكل سنتيمتر كيوب، فلازم اضرب في 1000 تحت عشان احول السنتيمتر كيوب ده للتر، وعشان احول الجرام لكيلو جرام هضرب في 1000 فوق. طيب في الفي دوت اللي هي ب 22 لتر بير اور كده، اللتر طبعا انا بعد ما ضربت في 1000 حولت الوحده دي لتر، فاللتر هيضيع مع اللتر، وبالتالي لو ضربت 8 من 10 في 1000 في 22 على 1000 هيديني 17.6، والوحده هتبقى بالكيلوجرام بير اور. طبعا انا لما ضربت هنا بقى خلاص ده وده ملهمش لازمه بعد ما حولت الوحده دي، وضربت ده في ده يدينا 17.6، والوحده هتبقى كيلو جرام، اللتر هيضيع مع اللتر ويتبقى بير او، يبقى 17.6 كيلو جرام في الساعه. يبقى اذا الكيو دوت اتش بتساوي الام دوت بتاعه الفويل اللي احنا جبناها في الهيتنج فاليو، سميها اتش اف اتش في هيتنج فاليو للوقود ده، يبقى بتساوي 17.6 في طبعا الوحده كيلو جرام بر اور في الهيتنج فاليو 44000 كيلو جول لكل كيلو جرام، الكيلو جرام هيضيع مع الكيلو جرام ويطلع لنا الكيو دوت اتش وحدتها بالكيلو جول بير اور. طيب لما ضربنا ال 44000 في 17.6 يطلع لنا 7 7 4 4 0 0 كيلو جول بير او. انا عندي دبليو دوت نت اوت بكام؟ 55 كيلو وات. يبقى عشان اقسم كيلو وات لازم يكون تحت فيه برضه كيلو وات، فهحول الكيو دوت اتش للكيلو وات. ازاي ان انا هقسم احول الاول دي لسكند، فبتساوي 7 7 4 4 0 0 على 3600 عشان تبقى كيلو جول بير سكند اللي هي كيلو وات. لو قسمنا الرقمين دول هيطلع لي 215.1 كيلو وات دي الكيو دوت اتش. اذا الايتا ثيرمال بتساوي 55 على 215.1 تطلع النسبة 25.6%. طبعا لما نحولها في المية نضرب في المية، ودي كده تكون كفاءة المحرك. إن شاء الله في النوت مع المحاضرة هتلاقي في أكتر من مسألة كمان محلولين، لو في أي استفسار تقدر تتواصل معايا على الواتساب على الرقم الظاهر قدامك على الشاشة. تحياتي مهندس أحمد محمد سنكر.